على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة فتحت البوابات على بركة الله مشاهدين الكرام للتنافس في الشوط الرئيس وثاني كؤوس موسم سباقات المصيف كأس إمارة منطقة مكة المكرمة للجياد المستوردة عمر الأربع سنوات على مسافة 1650 متر وقيمة الجائزة 100,000 ريال. يبدأ الانطلاق أوطان بنصف طول في المرتبة الأولى وعاصف الميدان في المرتبة الثانية، رفيع الشام في المرتبة الثالثة، موجع في المرتبة الرابعة. مشاهدين الكرام التنافس على الصدارة ما بين أوطان وأيضا محاولات للتقدم من عاصف الميدان يتقدم بالفعل للمرتبة الأولى بطول كامل. عاصف الميدان بن براثيا في الصدارة كأس إمارة منطقة مكة المكرمة ثاني كؤوس موسم سباقات المصيف والصدارة العاصف الميدان. أوطان في المرتبة الثانية، دكتور نعيمات يبدأ، رفيع الشان وموجع يبدأ تحسين مواقع ملان مع اجتياز علامة 800. تبدأ مراحل الحسم لهذه الكاس، الخط المستقيم عاصف الميدان دكتور نعيمات أوطان. دكتور نعيمات يحاول التقدم مع رفيع الشان والصدارة لعاصف الميدان يتقدم، أوطان يتقدم للصدارة، الدخول من عاصف الميدان دكتور نعيمات يبدأ، دكتور نعيمات يحافظ، دكتور نعيمات ينتزع اللقب ويحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي. دكتور نعيمات بطل كأس إمارة منطقة مكة.